يا من إذا رفعت إلي كف العبد كفا، يا من تنزه في ذاته وصفاته الأحدية حتى أن يكون له نظائر وأشفى، يا من تفرد بالبقاء والقدم والأزلية، يا من لا يرجى غيره ولا يعول على سواه، يا من استند الأنام إلى قدرته القيومية وارشد بفضله من استرشده واستهدى. نسألك اللهم بأنوارك القدسية التي أزاحت من ظلمات الشرك دجى، ونتوسل إليك بشرف الذات المحمدية ومن هو آخر الأنبياء بصورته وأولهم بمعنى، وبآله كواكب أمن البرية وسفينة السلامة والنجاة، وبأصحابه أولي الهداية والأفضلية الذين بذلوا نفوسهم لله يبتغون فضلا من الله، وبحملة شريعته أولي المناقب والخصوصية الذين استبشروا بنعمة وفضل من الله، أن توفقنا في الأقوال والأعمال لإخلاص النية، وتنجح لكل من الحاضرين مقبضه ومناه، وتخلصنا من أسر الشهوات والأدواء القلبية، وتحقق لنا من الآمال ما بك ظننا، وتكفينا كل مدلة همة وبلية، ولا تجعلنا ممن أهواه هوى، وتدني لنا من حسن اليقين قطوفا دانية جنية، تمحو عنا كل ذنب جنينا، وتعم جمعنا هذا من خزائن منحك السنية برحمة ومغفرة، وتديم عمن سواك غنى. اللهم آمن الروعات وأصلح الرعاة والرعية، أعظم الأجر لمن جعل هذا الخير في هذا اليوم وأجرا. اللهم اجعل هذا البلد وسائر بلاد المسلمين آمنة رخية، واسقنا غيثا يعم ثياب سيفه السبسب وربا، واغفر لناسج هذه البرود المحبرة المولدية سيدنا جعفر من إلى البرزنج نسبته ومنتمى، وحقق له الفوز بقربك والرجاء والأمنية، واجعل مع المقربين مقيله وسكنا، واستر له عيبه وعجزه وحصره وعيا، وكاتبها وقارئها ومن أصاغ إليه سمعا وأصغى. اللهم صل وسلم على أول قابل للتجلي من الحقيقة الكلية، وعلى آله وأصحابه ومن نصره ووالاه، ما شنفت الآذان من وضعه الدري بأقراط جوهرية، وتحلت صدور المحافل المنيفة بعقود حلاه،